السلام عليكم. نبدأ اليوم من حل المعجم والدلالة وفهم التحليل لدرس رحلة في عالم البحار. السؤال الثاني، المعجم والدلالة تناسق معناها انتظام، مفلطح منبسط، تحاكي تشابه أو تشبه، ترشف تنتص، متربصة مترقبة. أتوقع أنه يعني هاي المعاني كاملا مكتوبة على الدفاتر كتبناهم. هاتي من النص ضد كلمة، كل كلمة من كلمات الآتية: تختفي من النص، تبدو، يصفي، يعكر، نجح، أخفق. كلمة وضدها. نبدأ بأسئلة الفهم والتحليل. السؤال الأول، ما الذي يثير دهشة الإنسان ويحير فكره في الكائنات الحية؟ ولما يراه من سحر جمالها وتناسق تكوينها؟ السؤال الثاني، ألف، ما الشكل الغالب على طائفة كثيرة منها؟ والشكل الانسيابي. ب، فيما يساعدها هذا الشكل؟ يساعدها على التنقل والسباحة ويخفف من مقاومة ضغط الماء لحركتها. جيم، ما وظيفة الشكل المفلطح في بعض أنواع الأسماك؟ الشكل المفلطح، وجوابه هون يوجين، يساعد على تحمل شدة ضغط المياه إن كان يعيش في الأعماق. السؤال الثالث، وهب الله تعالى بعض الكائنات في البحر أعضاء تناسب طبيعة حياتها. هاتي مثالين على ذلك. نأخذ مثالين على السؤال الثالث، السمك الطائر مزود بزعانف تشبه الأجنحة، وبعض الأسماء اثنين، الثاني بعضها مزود بزعانف تمكنه من الدوران والمناورة بسرعة كبيرة. السؤال رقم 4، ألف، بعض الأسماك له كشاف ضوئي، أين يقع هذا الكشاف؟ ألف، في الجزء الأسفل من كل عين. ب، فيما تستخدمه؟ ب، في إفزاع أي عدو يتجه نحوها أو في التخاطب مع أفراد نوعها من الأسماك. جيم، متى تستخدمه؟ عند حلول الظلام الدامس. السؤال الخامس، السؤال الخامس، يستعمل كثير من الحيوانات البحرية وسائل فريدة ومثيرة في التخفي والتمويه. ألف، لما تستخدم الحيوانات البحرية هذه الوسائل؟ ألف، سعيا منها إلى المحافظة على حياتها من الأخطار الخارجية التي تتهددها. ب، ما وسيلة التخفي لدى كل من الحبار وتنين البحر؟ الحبار يطلق أمامه من مادة سوداء تعمي عيون أعدائه. تنين البحر يحاكي الطحالب البحرية المنسابة. علل تسمية الحبار بهذا الاسم. ألف، لأنه يقذف مادة سائلة لها لون الحبر. ب، قاع البحر يشبه الحدائق الحافلة بالأزهار لوجود الأصداف الجميلة والأزهار البحرية والصخور التي تآلفت مع الأحياء في تكوينات هندسية. جيم، ظهور الطحالب البحرية بألوان زاهية في أعماق البحر لأنها خليط من ألوان الطيف. السؤال رقم 7، السؤال السابع، من الحيوانات التي تعد في صف السكون في قاع البحر مروحة البحر وحيوانات المرجان؟ دقيقة، وضح ذلك. مروحة البحر بسبب ذبذبات منتظمة. المرجان ترشف غذائها بواسطة أهداب لا ترى العين إلا أثرها. سؤال رقم 8، أيهما تفضل أن تكون؟ هذا سؤال 8 و 9، أنت حرة في إجابتك، لكن أنا جاوبتها. أيهما تفضل أن تكون على متن مركبة فضائية لإكشاف الفضاء أم غواصة؟ أنا أفضل في غواصة حتى أستمتع في بديع صنع الخالق في قيعان البحار. السؤال التاسع، ما أكثر كائن في حيوانات البحر أثر إعجابك؟ أنا بحكي تنين البحر لأنه يحاكي الطحالب البحرية. مفهوم يا مس؟ التذوق الأدبي، وضح الصور الفنية في العبارات الآتية. ألف، في قاع البحر تنتشر أحياء بحرية تشكل حدائق ذات بهجة، شبه قاع البحار بحدائق ذات بهجة. ب، كم في عالم البحار من سحر وجمال، وكم فيه من آيات تفتن الناظر تسحر العيون، شبه عالم البحار بساحر يفتن الناس ويسحرهم. جيم، تتربص بفرائسها، شبه السمك بالجندي الذي ينتظر الفرصة للفتك بالعدو. دال، يسوده سكون شامل وصمت مطبق،
شبه السكون بشيء يملأ المكان. السؤال الثاني ما بدي يمس قضايا لغوية. ألف استهجن الفقرة السابقة ما يلي: اسم إشارة، هذه خبرا شبه جملة، خبرا شبه جملة طبعا بدي تكون شبه جملة، بعدها اسم نكرة، مثلا هون في عيون السمك ميزاتهم، وين خبر شبه جملة؟ في عيون السمك. مفعول لأجله في عنا هون هي سعيا، مفعول لأجله إجت سعيا. فعل مزيد، كثير في أفعال مزيدة منها تتجلى، يستعمل، تتهددها، وكثير منها. أعرف ما تحته خط إعرابا تاما. وفي عيون السمك ميزاتهم، حكينا شبه جملة هي خبر مقدم، وميزاتهم إذا هي مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. قدرة الخالق، الخالق مضاف إليه مجرور بالكسرة. يمتلك كشافا، يمتلك مين؟ بعض الأسماك. كشافا هي مفعول به منصوب بالفتحة. في كل عين تستخدمه السمكة، السمكة هي فاعل مرفوع بالضم. أدخل حرف النصب لن ثم حرف الجزم لم على الجملة الآتية مع الضبط المناسب. ولا تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس. بدل لا منحط لن، حرف نصب، لن تستخدمه، الميم عليها نهاية الفعل فتحة، تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس. لم تستخدمه، الميم عليها سكون، لم تستخدمه إلا عند حلول الظلام الدامس. ما موقع الضمير المتصل لتتوخط من الإعراب؟ ألف تبدو الطحالب البحرية بألوانها الزاهية في منظر بديع. بألوانها، حكينا الضمير إذا كان مع الاسم على طول شو نعربه؟ في محل جر بالإضافة، إذن هي ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. ألوان اسم. الطالبات شاركنا في الاحتفال، نون ما نوع النون؟ نون نسوة، حكينا إذن هي ضمير، لأنه النسوة ما تيجي مع الفعل شو نعربها؟ في محل رفع فاعل، إذن النون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أهدتني أختي غاية كتابا مفيدا. أهدتني، كان النون هاي نون المتصل بالياء، نون الوقاية، نون الوقاية تصل مع أي يا المتكلم، إذا الياء شو إعرابها؟ يا المتكلم نعربها دائما في محل نصب مفعول به، إذا الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. ويعطيكم العافية، وهيك خلصنا شرح وحدة رحلة في عالم البحار.